هذا قال لي يا اخي راني حاب نحرق انصحني كي نوصل واش اول خطوه ندير. هنا الخطوه الاولى اللي ننصحك بها صاحبي هي الخطوه اللي تعب يتحرق ما عبيش بالك بيجي بوطي ولا بصح حرس بزاف صاحبي البوطي واعر فاهم بحر ما يرحمش تيتانيك قدام حتى راه بوطي غير قد نهاك صغير. انا مانيش كيما نقولوا بين حاسدك ولا حاجه انا ثاني جبت بوطي صاحبي وراني ننصح فيك بين نقدم لك هذه النصيحه ليك والناس بزاف كاين الناس تموت كاين الناس ديسبارا باش دير حسابك بالك جاي فيزا ولا حاجه هذيك حاجه اخرى ربي يسهل لك ربي يعاونك او در عاد راه يتكلم كيما قال لك. مهم الخطوه الاولى اللي عندك باش ديرها هنا هي تجي معك شويه تاع دريهمات هاد شويه تاع دريهمات باش تكري خاطرش علاه كي تكري حاجه بلاصه وين ترقد ما توليش تخمم نهارك ما يفوتش كاع وين غادي ترقد صايرك باين بلي غادي عندك بلاصه تروح فيها ترقد بصح كي ما يكونش عندك وين ترقد واعره خطره تخمم ترقد في لوطو خطره ترقد في بارك كل خطره وين ترقد خاطرش دير البدايه. والحاجه اللي باش نقولها لكم انايا بالتخمام تاعي هي انك دير بروفات دير لي بروف هنا في اسبانيا اول حاجه ديرها دير لي بروف هنا في اسبانيا دير هذيك شهاده السكن اللي قلت لكم دير لكم باسبور مادام راك في البلاد تما صنع باسبورك صاحبي فاهم لق لك باسبور دير شهاده السكن هنايا وخرج كارطه تاع الطبيب بعدا روح نافيغي ولا شو شادير ومن بعد كي تقفل 200 ولا واتونسيون مشاكل ما ديروش هنا مشاكل ما ديروش الحس خلوا راكم مقيين فاهم انتيغرو مع المجتمع اقروا اللغه ديروا بزاف تاع صوالح تما غادي كي تجي ديك 200 تدفع دير فورماسيون تاعك تدفع تقواط ولا 3 سنين وكونترا تاع طرافاي ويعطوك واحد. هذه هي حبيبنا وخمم في اللي قلتها لك الاولى والسلام عليكم.